قرآنا بلسان عربي مبين على نبيه المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن قدس لغة القرآن وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن اللغة العربية ليست أغنى لغات العالم وأكثرها ثراء، ولكنها أعرق لغة عرفتها البشرية. وهذا يؤكد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لغة آدم عليه السلام في الجنة كانت عربية، وهي أيضا لسان الله يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا العربية وعلموها للناس فهي لسان الله يوم القيامة. وإليكم بعض مجموعة من الأنشطة التي قدمتها تلامذة مؤسسة شيماء بهذه المناسبة. فيما أفصحها لغة سحرا وبيان، تتجدد نبعا يتفجر شعرا ومعان، في المغرب أو عمان، في مصر أو السودان، اليمن كما خليج العربي وإلى وهران. يا لغتي لغتي يا أجمل أغنية ينطقها لسان، يمنحها مزايا سامية رب الرحمن. لغتي لغة القرآن وعلى المنبر لأذان، لغتي مفخرة للعرب طوال الأزمان. يا لغتي كما أنها لغة الشرائع لدى عدد من الكنائس المسيحية على امتداد الوطن العربي، وقد تمت كتابة العديد من الأعمال الفكرية والدينية واليهودية بها تحديدا في العصور الوسطى. كان لانتشار الدين الإسلامي تأثيرا مباشرا وغير مباشر في رفع شأن اللغة العربية، حيث أصبحت لغة العلم والأدب والسياسة لأزمنة طويلة في الديار التي حكمها المسلمون. بالإضافة إلى هذا، فقد كان للغة العربية تأثير كبير على عدد من اللغات كالفارسية والتركية والكردية والأمازيغية والماليزية وغيرها. تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية في كافة أقطار الوطن العربي إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، لهذا فهي إحدى اللغات الستة الرسمية في منظمة الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام. فلتتقدم أيضا تلميذة آية بالقاسم مشكور. اليوم العالمي للغة العربية. اليوم العالمي للغة العربية هو يوم الاحتفال باللغة العربية، ويصادف 18 جمجمة من كل عام. تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في جمجمة عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 من مجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. أهمية
اللغة العربية. تعد العربية من أقدم اللغات السامية وأكثر لغات مجموعة سامية تحدثا، وإحدى أكثر لغات انتشارا في العالم. يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، ويتوزع متحدثها في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخداما في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارا ونموا، متفوقة على الفرنسية والروسية. اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي لغة القرآن، ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها. والعربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي، كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصر الوسطى. تاريخ اعتماد اليوم العالمي للغة العربية. المرحلة الأولى، بعد جهود بذلت منذ خمسينات القرن الماضي، أسفرت عن صدور قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخة في 4 جانفي 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد من صفحات ذلك ب4000 صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية. المرحلة الثانية، في عام 1960 اتخذت اليونسكو قرارا يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية، وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية. واستمر الضغط الدبلوماسي العربي والذي برز فيه المغرب بالتعاون مع بعض الدول العربية الأخرى، إلى أن تمكنوا من جعل العربية تستعمل كلغة شفوية خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في ديسمبر 1973. وبعد إصدار جامعة الدول العربية في دورتها 60 قرارا يقضي بجعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، ترتب إلى صدور قرار جمعية الأمم العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 في ديسمبر 1973، يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها. المرحلة الثالثة، وفي أكتوبر 2012 عند انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو، تقرر تكريس يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم. مؤسس علوم اللغة العربية بداية بالأسود الدؤلي بأنه أول عالم في اللغة العربية، إذ اهتم بوضع قواعد لها سميت فيما بعد بعلم النحو ليصبح من العلوم الأساسية التي تقوم عليها اللغة العربية بشكلها الصحيح. الخليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب، ووضع علم العروض أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها، وعكف على قراءة أشعار العرب ودرس الإيقاع والنظم، ثم قام بترتيب هذه الأشعار حسب أنغامها، وجمع كل مجموعة متشابهة ووضعها معا، وتمكن من ضبط أوزان 15 بحرا. بتشيري الكتاب للدين. الجاحظ هو أبو عثمان عامر بن باحر الملقب بالجاحظ بسبب جحود عينيه، يعتبر مؤسس علم النقد الأدبي رغم أن هناك من سبقه، ولكنها كانت محاولات غير مكتملة. الأصمعي هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، أشهر رواة الشعر العربي على الإطلاق، وحافظ آداب العربي من سبقه، وأحد أئمة اللغة العربية. سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه، إمام النحاة وأول من بسط علم النحو. ابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جني، نبغ ابن جني في الأدب في بداية حياته، وقرأ الأدب في صباه حتى نبغ ابن جني، وصار أستاذه يسأله في بعض المسائل ويرجع إلى رأيه فيها. المبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الملقب بالمبرد، أحد العلماء الكبار في علوم البلاغة والنحو والنقد، عاش في العصر العباسي وكان واحدا من العلماء الذين تشبعت معارفهم،
وتنوع الثقافات لتشمل العديد من العلوم والفنون. كان إمام اللغة العربية وشيخ أهل النحو من بغداد. الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر، اشتهر في عصره ومدحه الشعراء والأدباء، وطلب العلماء أن يعطيهم إنجاز في رواية كتبه، وهو إمام كبير في الحديث والتفسير والنحو والبلاغة. ابن مالك هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي المعروف بابن مالك، عالم لغوي كبير، ولد في الأندلس وهاجر إلى الشام واستقر بدمشق، ووضع مؤلفات كثيرة أشهرها الألفية التي عرفت باسم ألفية ابن مالك. عبد القاهر الجرجاني هو أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ويعتبر مؤسس الفعلي لعلم البلاغة بمفهومها الحديث، ويعد كتابا دلالة الإعجاز وأسرار البلاغة من أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال. والآن أترك الكلمة للزميلة إسراء. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا.